مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. أهلا وسهلا بحضراتكم، يوم جديد وحلقة جديدة من المحترف. النهاردة إن شاء الله في حلقتنا هنركز بشكل كبير على الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، المباريات، المفاجآت، تصريح المدربين، تألق اللاعبين. عندنا حديث كبير جدا عن دوري أبطال أوروبا في الجولة الثانية. قبل ما نخش في الكرة الأوروبية وحتى نعرف أخبار الصحف العالمية إيه، عايز أكلم حضراتكم عن نادينا النادي الأهلي، وخاصة مارسيل كولر المدير الفني الجديد للنادي الأهلي. الحقيقة يعني من خلال متابعتي ومن خلال الأخبار اللي بتيجي من النادي الأهلي، في اعتقادي إن شاء الله الشخصي إن هيكون عندنا مدير فني عالي الجودة، مدير فني احترافي بشكل كبير جداً. كل الأمور اللي خاضها بداية من المؤتمر الصحفي اللي قام بيه، والبادي لانجويج ولغته اللي بتتسم أولا بالهدوء والاحترافية في آن واحد وفي وقت واحد، كمان من خلال شغله داخل الملعب في الأيام القليلة الأخيرة، بتقول إن احنا إن شاء الله بإذن الله عندنا مدرب أو مدير فني على مستوى عالي من الاحترافية، كمان من الطموح اللي هو اتكلم عليه وقال انه كمان بيسعى لتحقيق البطولات وعوده النادي الاهلي مره تانية لحصد البطولات. من خلال الاخبار اللي بتجينا من النادي الاهلي ومن اللي بيتفرجوا على التدريبات بشكل مباشر، الحقيقه نوعيه تدريبات مختلفه بداها يمكن كولر من خلال بعض الخطوات اللي كان يمكن نقلها للكابتن سيد عبد الحفيظ، انه عايز فايل لكل لعيب، يعني فايل في الحاله البدنيه للاعبين، الحاله الفنيه للاعبين للفترات اللي فاتت، وكمان قام الفتره اللي فاتت خلال الايام اللي فاتت بالكشف الطبي الكامل لكل اللاعبين. يمكن كان لاول مره بيخرج لعيبه النادي الاهلي في احدى المستشفيات ذو الكفاءه العاليه جدا في القياسات البدنيه، وده شيء جيد جدا انه بيتعرف كمان على جزء مهم جدا كان بيعاني بيه النادي الاهلي في الموسم اللي فات، وهي الحالة البدنية للاعبين. مفيش شك ان الحالة البدنية ده الاساس اللي بيبني عليه كل حاجة، الاساس اللي بتبني عليه الشكل التكتيكي، الشكل الفني، كل ده بيتبني على الحالة البدنية. من خلال كمان كولر عمل نظام اليوم الكامل، وده كان نظام يمكن غايب عن النادي الاهلي فترات طويلة، وعايز اقول لحضراتكم اليوم الكامل هو يعني يعتبر مزيج انه بيعيش اللعيب في اجواء احترافيه بشكل كبير جدا، بيكرس يومه كاملا لكره القدم. مش بس كده، ده كمان مهم جدا في اليوم الكامل ان يكون في تقارب واضح جدا ما بين اللاعبين والاداره الفنيه الجديده، لان زي ما حضراتكم عارفين الوقت سريع جدا والوقت بيمر بشكل سريع، وكولر عايز يغطي كل النواحي وعايز يتقرب اكتر من اللعيبه وعايز يتكلم مع اللعيبه بشكل مباشر وكتير لتوصيل افكاره، سواء افكاره التدريبيه او حتى على المستوى البدني. وبالتالي اليوم الكامل كان جزء مهم جدا بنتعرف منه على شخصيه هذا المدرب. مدير فني عايز يشتغل من أول دقيقة، مدير فني عنده طموحات كبيرة في أول تجاربه خارج أوروبا، مدير فني يتسم بالهدوء ويتسم بالالتزام والجدية في نفس الوقت، مدير فني عنده مجموعة من اللعيبة يمكن زي ما بتكلم في تفاوت شوية في الحالة البدنية، لكن هو بيقف على النواحي التكتيكية، بيقف على النواحي البدنية، وكمان النواحي النفسية، وده مهم كمان جدا، ان زي ما بقول لحضراتكم ان لعيب الكورة واحنا اتعلمنا دوت وشفنا ده، انك بتعيش اليوم الكامل، ده شيء مهم جدا. انا عشت الكلام ده في اوروبا، اليوم الكامل انك تصحى الصبح بتروح على النادي بدري جدا من الساعة 7:30 8، اول ما بتروح بيبقى في وجبة فطار خفيفة، بعد وجبة الفطار بيكون في تدريبة على المستوى، ممكن جدا يكون على المستوى البدني، يفضل ان المستويات البدنيه التدريبات البدنيه بتكون في الصباح الباكر، ده مهم جدا. بعد التدريبات الصباحيه اللعيبه بتخش بتاخد شاور بتاعها وبيكون في وجبه غذاء، بعد الوجبه ديت بيكون في قعده تانية مع اللعيبه يبدا يتكلم معاهم، وده برده شيء مهم جدا انك تقرب من اللعيبه بعيد عن المستطيل الاخضر،
تبدا تتكلم مع اللعيبه، تتناقش معاهم، ده بيقرب المسافات جدا ما بين الاداره الفنيه وما بين اللعيبه. وبعد كده بيكون اكيد في محاضره فنيه قبل التدريبه الثانيه او تدريبه بعد الظهر، بيتكلم فيها على التدريب، بيتكلم فيها هو عن نوعيه التدريب عايز يحصل فيها ايه، وبعدين بيتجه الى الملعب للتدريبه الثانيه حوالي ممكن تكون الساعه 4، بيخلص اللعيب الساعه 6 7، فبيكون اليوم الكامل بدايه من 7 الصبح ل 7 بالليل. ده شيء مهم زي ما بقول لحضراتكم من النواحي البدنيه، من النواحي الفنيه، وكمان عمليه التقارب مع اللاعبين بسرعه، هو ما عندناش وقت عايز يتقرب، عايز يتكلم اكتر مع اللاعبين. كمان احترمت الراجل جدا، كلنا وكل جماهير النادي الاهلي كانت عايزه تشوف كولر على شاشه قناه النادي الاهلي، يمكن طبعا الكابتن اسلام الشاطر يعني دعا لقناه النادي الاهلي، ولكن كان الرد كمان في جزء نقدر ناخد منه ان الراجل ده عايز يقرب اكتر من اللعيبه، عايز يتكلم اكتر مع اللعيبه، عايز يشتغل اكتر في الفتره اللي موجود فيها، لان زي ما بقول لحضراتكم هو يعي تماما المسؤوليه اللي عليه، يعي تماما انه بيشتغل في كيان كبير جدا ونادي بطولات، يعني بيشتغل بشكل ان شاء الله يعني يكون مردوده في بدايه الموسم مع النادي الاهلي يكون ان شاء الله مردود طيب جدا.